بالكثير مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل. حفلنا الكريم تتواصل الانطلاقات والتحديات المستمره في كاس وزاره الرياضه للهجن، ينطلق على بركه الله شوطنا 18 للقاء الابكار العام وانطلاقه وتحديات الابكار. ومن المسافة لا وهي 5 كيلو ما تفصلنا عن النوماس، وختام أشواطنا في الفترة الصباحية. أبدأ وإياكم مع البداية ومع الانطلاق الأول، انطلاقة الظبي علي بن حمد بن محمد الغفراني المري من ينطلق ويقدم لنا انطلاقة الظبي على البداية، بينما المركز الثاني وثاني الشعارات انطلاقة وتحديات. هنالك الظبي مبارك بن حسين بن عبد الله الدوسري من ينطلق ويقدم لنا الظبي على المركز الثاني، بينما ثالث الاسماء تنطلق التماس عبد الله بن سعد بن طالب الف هيدا المري من يقدم لنا انطلاقة التماس على المركز الثالث. رافع الاسماء تنطلق العنود محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي، وكذلك الوصول من الجانب الاخر والانطلاق من حضور عبد الله بن سعد السبيعي من ينطلق ويقدم لنا انطلاقة حضور، وكذلك الوصول والاندفاع من شعار فرحان بن عجيم الكلفوت من يقدم لنا الجزيرة. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الباحثة عن النوماس والانتصار. العودة إلى البداية وإلى انطلاقة الظبي من تنطلق علي بن حمد بن محمد الغفراني المري، ولكن حصل تغيير من الجانب الآخر وانطلاقة حضور عبد الله بن سعد السبيعي من ينطلق وتحديات حضور، وكذلك الوصول والانطلاق من اندفاع وشعار انطلاقة مصيحة بانطلاقة عبد الله بن سعيد بن محمد الأسود من يقدم لنا شعاره، وانطلاقة مصيحة وكذلك الوصول والانطلاق والتحديات على المركز الرابع، انطلاقة التماس عبد الله بن سعد بن طالب الف هيدا المري من يقدم لنا انطلاقة شعاره على المركز الرابع بحضور التماس وتحديات التماس. خامس الاسماء انطلاقة الجزيرة من تنطلق على المستوى الخامس. هكذا نداؤنا الثانية اتممناه على مسامعكم. العودة حيث البداية وحيث وانطلاقة السبيعي من ينطلق مع انطلاقة حضور، انطلاقة عبد الله بن سعد الفراج السبيعي من ينطلق على البداية وعلى المركز الأول، ولكن الوصول والانطلاق على المركز الثاني مع صيحة هي الواصلة عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود من ينطلق ويقدم لنا مصيحة، وكذلك عادة الظبية إلى المركز الثاني. علي بن حمد بن محمد الغفراني المرية هو الواصل بانطلاقة الظبية، وكذلك التماس عبد الله بن سعد بن طالب ألف هيدا المرية من يقدم لنا التماس، وكذلك العنود هي الواصلة محمد بن سعيدان بن فواز العتيبية هو الواصل ابن الطايف على المركز الخامس، ولكن انطلاقة حضور تنطلق لتثبت الحضور في هذا الشوط. شعار واندفاعة عبد الله بن سعد الفراج السبيعي هو المنطلق باندفاعة حضور.
ولكن الضبية من تنطلق على المركز الثاني بشعار الغفرانية، علي بن حمد بن محمد الغفراني المرية من يقدم لنا شعاره، واندفاعة الضبية التماس على المركز الثالث، انطلاقة وتحديات عبد الله بن سعد بن طالب آل فهد المرية، وكذلك العنود عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المرية هو اللي واصل في انطلاقة العنود، وكذلك وصول وانطلاقة ناصر بن راشد بن ناصر النعيمي من يقدم لنا الغزيل، وكذلك بن رويشد هو الواصل، ولكن حضور او الظبي من غيرته الى البداية تنطلق بشعار علي بن محمد الغفراني المرية الكيلومتر الاخير، يا مشاركين يا مطاردين تنطلق الضبي على البداية، علي بن حمد بن محمد الغفراني المرية حضور من الجانب الاخر، والعنود على المستوى الثالث، انطلاقة عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المرية، بانت المنصة الرئيسية يا راعي العنود، ينطلق بدون اي اوامر ولا تعليمات، يصل شعار سليم بسلامة الفايد الجانية مع غير، وكذلك عبد الرحمن بن مشرف العجمية مع التماسة، الله الله يا الامتار الاخيرة والنهية، العنود وكذلك التماسة وغير من الجانب الاخر، يا يا الامتار الاخيرة غير من الجانب الاخر، التماس والعنود، هنالك عبد الله بن صالح بن ربيع المرية، ولكن غير التماس العنود وغير الثنية المميزة، يا سلام هنالك شعار عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المري من قدم لنا هذه البطلة بالأداء الممتاز مع العنود منتزعة هذا الشوط، بينما ثاني الأسماء شعار سليم بن سلامة بن سليمان الفايد جهني من قدم لنا اندفاعة غير على المستوى الثاني. إذن حفلنا الكريم مستمعينا الأفاضل، شاهدنا تحديات هذا الشوط حتى الامتار الاخيره، وكانت منافسه قويه بالفعل حتى الامتار الاخيره، وكانت البطله هي العنود بالفعل بشعار عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المري من قدم لنا هذه البطله بالاداء الممتاز، وسلام يا ابناء برين، سلام من انتزعوا هذا النوماس الغالي لحظه وصول هذه البطله، والتوقيت الزمني 7 دقائق 39 ثانية 59 جزء من الثاني، ثاني الأسماء غير سليم بن سلامة الفايد الجهني 7 دقائق 39 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، ثالث الأسماء التماس عبد الرحمن بن مشرف العجمي 7 دقائق 40 ثانية، 61 جزء من الثانية، رابع الأسماء زي الناصر بن راشد العجمي النعيمي عفوا، وخامس الأسماء شعار عبد الله بن سعد الفراج السبيعي مع حضور. إذن حفلنا الكريم مستمعينا الأفاضل، انقضت أشواطنا في الفترة الصباحية، ونلتقي نحن وإياكم هنالك في الفترة المسائية في أشواط الذهب وأشواط الرموز، متمنين لكم التوفيق والنجاح والنوماس.